المسلحة المصرية قامت بمعجزة بأي مقياس عسكري. قامت بها القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر، حيث تمكنت من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة جسور لها، بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في 6 ساعات. فقد العدو المتغطرس توازنه واستعادت هذه الأمة شرفها بعد أن أصبح لهذا الوطن درع وسيف. لنا حاربنا من أجل السلام، حاربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على